بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض الكورس بتاع Foundations Engineering 2، وهنتكلم النهاردة عن البلوك فيلير في موضوع اللي هو الخوازيق اللي هو شابتر 6. تعالى نعرف يعني إيه بلوك فيلير. المقصود بلوك فيلير إن مجموعة الخوازيق، لو عندي مثلا 9 خوازيق زي دي كده هوت، الخوازيق دي مع بعضيها بتكون بلوك بالشكل ده، والبلوك ده ممكن هو يتكسر مش الخازوق نفسه، فلازم اعمل تشيك على البلوك فيلير بتاعي. طب اعمل تشيك بلوك فيلير امتى؟ بنقول البلوك فيلير of pile groups is generally only a design consideration for pile groups in a soft cohesive soils. يعني لما تبقى عندي تربة مالها تربة ضعيفة عبارة عن كلي ما فيهاش فاي لكن ليها سي، او ممكن تكون تربه كوهيجن للسويل بس تحتيها اندرلاين باي ايه ويك كوهيزف سويل، يعني تحتيها تربه مالها ضعيفه من الكلي. يعني اهم حاجه يبقى عندي فيه كلي، يعني الخوازيق بتاعتي بترتكز على كلي هعمل تشيك بلوك فيلي، لا بترتكز على ساند بس تحت الساند هنا فيه كلي ضعيف برضه، لا اعمل تشيك بتاع البلوك ايه فيلير. ايه بقى حكايه البلوك فيلير؟ لو تبص مع بعض قلنا ان البلوك فيلير دوت المجموعه دي مع بعضيها، فاهمني ازاي، بتشتغل كبلوك ايه واحد. لو انا هتكلم على سنجل بايل، شوف العلاقة عاملة ازاي، مع كل ما تزود العدد بتاع البايل خطي، كل ما تزود خطي خطي ويطلع كده. لكن لو انا هشتغل بقى البلوك فيلير، بص عامل ازاي، بيطلع بكيرف كده والاتنين بيتقابلوا في ايه، في نقطة هنا. فلازم اعمل تشيك على البلوك فيلير بتاعي. ازاي يعني تشيك بلوك فيلير؟ يعني اشوف البلوك كده بيقدر يشيل قد ايه، ومجموعة الخوازيق ديت انا جايب كل خازوق يشيل قد ايه، اضربه في عددهم واشوفه بيشيل قد ايه. لازم اخد الاقل فيهم، هم دولت الاواقسم بتاع البلوك على بتاع البايلز، وابتدي اشوفه هل هو سيف ولا مش سيف. فاول خطوة تعملها لازم تجيب مقاس البلوك بتاعي. اجيب مقاس البلوك ازاي؟ لو انا عندي عدد الخوازيق 3 او n يعني، فبتجيب الطول بتاع البلوك والعرض بتاع البلوك. طول البلوك عبارة عن n ناقص 1 اللي هو العدد عندي ناقص 1، يعني لو كان 3 يبقى 2 ناقص ايه 3 ناقص 1 ب 2، زائد نص الخازوق من هنا ونص الخازوق من هنا، يعني 2 من نص الخازوق، ونفس الكلام في الاتجاه الثاني. يبقى مبدئيا ده اللي انا هجيبه اللي هو اول خطوه اللي هي مين، الدايمنشن بتاعت مين، البلوك بتاعي. وبعدين هتيجي احسب بقى الكيو بتاعه الايه البلوك بتاعتي. كيو البلوك انا عندي مجموعه هنا، طول الخازوق او طول بقى البلوك اسمه ال، وعرضه بي، وال مين جي، فعباره عن مين بقى، عندي 2L في BG زائد LG في CU. خلي بالك ان انت شغال كله كلي خلاص، فدي مفيش حاجة اسمها ألفا في C، هي في C بس دي حوالين الخازوق. لكن B في L اللي هو المساحة في مين، في CU، في NC. NC معروف ان هي بكام، بتسعة، والCU عندي بس دي تحت الخازوق ودي الأطوال بتاعتي. يبقى كده جبت الجروب بتاعي بتاع تشوك بتاع مين، البلوك فيلير. اقارنه بمين بقى؟ اقارنه بيه ان الحمل اللي انت جبته بتاع الخازوق، بي سي بتاع الخازوق، اضربه في عددهم وابتدي اشوف لو واقسم ده اللي هو بتاع البلوك ده على ده، لقيته اكبر من 3 يبقى سيف، لقيته اصغر من 3 يبقى انسيف. هو ده ببساطه اللي تشيك بتاع البلوك فيلير. شكرا.